التحدي مستمر والانطلاق يتواصل في هذا الميدان مع توصل هذه الاشواط. الشوط الحادي عشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته، خصص للابكار الحقائق 3 كيلومترات هي الرحله الفاصله لتحقيق ناموس وانتصار هذا الشوط. مقدمه الشوط والمركز الاول تتقدم الظبي ناصر بن سالم بن محمد الكبير، يتقدم في هذا المسار لينطلق مع الظبي على الصدارة. المركز الثاني الظبي خليفة بن علي بن ناصر السناني، يتقدم في هذا المسار بانطلاقة الظبي على المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت رسمية عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يتقدم في هذا المسار وينطلق على مستوى المركز الثالث. أما المركز الرابع القادم الهبيبة محمد بن عزير بن محمد الحميري، يتقدم وينطلق. المركز الخامس الواصلة هنا أيضا والقادمة والمتقدمة ريماس سالم بن خليفة بن ضبيبة الشامسية على مستوى المركز الخامس. غيرت إلى الرابع الواصلة والقادمة شعار بن حاضر، يتقدم مع سراقة فارس بن علي بن حاضر المزروعي، بدأ يتقدم من المركز السادس إلى الخامس. تابع الأسماء الأخرى، تابع الشعارات الأخرى الحاضرة في هذا المسار والمنطلقة بانطلاقة هذه الأسماء، بانطلاقة هذه الشعارات الحاضرة في هذا المسار والمنطلقة بانطلاقة شعارات أبناء القبائل التي انطلقت التي سارت باحثين عن ناموس وانتصار هذا الشوط. الظبي على الصدارة، الظبي على المقدمة، ناصر بن سالم بن محمد الكتبي يتقدم بانطلاقة الظبي على صدارة الشوط. الغادر بن ضبيب مع ريموس، مع ريموس سالب خليل بن ضبيب الشامسي الغادر هنا سراقة، تتقدم سراقة، يقدم لنا سراقة فارس بن علي بن حاضر المزروعي، بدأ يتقدم رسمية غادمة على مستوى المركز الرابع. عوض بن مبارك بن سعيد المهيري بدأ يتقدم، والغادمة متابع الكرام الشهرية محمد بن مبارك بن خيط المنصوري قادم على مستوى المركز الخامس. تابع الشعارات الاخرى، تابع الاسماء الاخرى، الكيلو الاخير، الكيلو المثير، الظبي مع الصدارة، الظبي مع المقدمة، مع المركز الاول. روح يا الكتبي روح، روح يا الكتبي روح. ناصر بن سالم بن محمد الكتبي مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الاول، يؤكد لنا الظبي في هذا المسار المستمر بلا اي توامر، بلا اي توامر، بلا اي منازع على الاطلاق. يا سلام، الظبي على الصدارة، ناصر بن سالم بن محمد الكتبي الغادم من الضبيب، الغادم من الضبيب مع ريماس سالم خريه بن الضبيب. والهاجمة وصلت الى السماء، وصلت الشعارات، وصلت هنا بن الظبي محمد بن محسن بن حمد الشامر العقمي بدأ يتقدم. الله الله، ولكن الكتبي، ولكن الكتبي مع الظبي. ناصر بن سالم بن محمد الكتبي وصلت الاسماء، وصلت ريموس، وصلت الظبي بن ضبيب، بن ضبيب، بن ضبيب قادم مع ريموس سالم خريه بن ضبيب الشامسي. والواصله هنا ايضا تتقدم الظبي محمد بن محسن بن حمد الشامر العقمي. يا سلام، الصراع ثلاثي، الصراع ثلاثي، ولكن الله بن ضبيب، بن ضبيب مع ريموس، مع ريموس سالم خريه بن ضبيب الشامسي يحاول الشامري العقمي، يحاول الشامري العقمي، ولكن خلاص، ولكن خلاص بن ضبيب مع ريموس.
حاسه سالي بخريب رضيب الشامسي لا تحيا على هذا الروز والانتصار. ثاني وصلت الظبي قدم لنا الظبي محمد محسن بن حمد الشامي العقمي. ثالث وصلت وليد وتقدمت الظبي ناصر بن سالم بن محمد الكتبي. المركز الرابع ونيضا وصلت وتواصلت امجاد حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. والمركز هنا ايضا الخامس المركز الخامس الواصلة ونيضا والمنطلق الظبي مبارك بن مبخوت بالكعم العامري. فاجئنا في اللحظات الاخيره توقيت الزمني 4:35 4:35 ثانيه والناموس لجميع الاخوه الفائزين في هذا الصباح.